عليكم البنات، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم. نتمنى تكونوا كل شي بكم على خير وبخير. فين وصلتوا في التوجات لسيدنا رمضان؟ وغير بلاتي عليكم ما تجريوش بزاف وما تديروش بزاف ديال الوجبات، غير بلاتي. يلا حبيباتي، اليوم جبت لكم واحد الكنابي مزيون نتاع الخضر بريستيج. تقدميه بوحديتو مع السلاد، تزيني به الاطباق ديالك كيف ما حبيتي، لك حريه الاختيار. يلا معايا تشوفوا المقادير. اذا عندنا هنايا القرعه مقليه بينيه، دي باطوني بينيه، وعندنا تفاح مقلي حتى هو بينيه، عندي الجبن ناتورال الطبيعي، عندي الدنجال البنات، شويه درتو مشوي في البانيني، في اله البانيني، وشويه قليتو في الزيت. هذا اللي شويتو درت عليه الابزار والزيت البلديه وشويه المليحه. اصلا هو كي قطعتو الدنجال درتو في الماء والملحه وشويه الحامض باش ما يكحلش. من بعد نشفتو كامل، درت له الملحه وخليته حتى ذابت فيه الملحه، عاوتاني نشفتو، عاد بديت كنخدم به شويه شويتو وشويه قليتو. يعني هذه يكونوا جوج د المذاقات. عندنا هنايا واحد المطيشه رونديلات، عندنا هنايا اللي غادي ندخلو، اللي غادي نديرو لداخل هذا الدنجال. عندي هنايا استسمح، عندي هنا الفرماج لي ترونش ديال الفرماج، عندي السوريمي، وعندي لدان فيمي مدخنه ومخلطه، مدخن وغير مطبوخ. عندي هنا شويه زريعه البافو، وعندي شويه ديال الزعتر اللي غادي نحتاج لسميتو الدنجال. عندي شويه ديال الديكورا باش نديكوري هذوك لي كانابي ديالي. صافي، عندي هنايا جذوع ديال الكرافس غادي نديرهم في لاصالاد، مع شويه ديال الخيزو محكوك وشويه ديال الكروم محكوك. اذا غادي نوريكم الطريقه وانتم غادي تكملوا. يلا نبدا الان في العمل ديالنا. كناخذوا البنات ترونش من، كنتمنى انها تكونوا كتشوفوا، سمحوا لي يلا غادي نرجع عاوتاني نوريكم. انا نوريكم البنات، رجعت نوريكم كي غادي ندير اللف. غادي ندير وحده، انا لفيت ديجا ثلاثه، غادي ندير وحده مقليه دنجانه مقليه، غندهنها بالجبن البنات مزيان باش نحسو بالجبن كي كناكلوه. غادي ندير فيه لدند فيمي، غادي نقطعها لدند فيمي دي ترونش اللي غادي يجوني، غادي يجوني البنات هنا كامسا. وغادي نزيد الفرماج حتى هو غادي نقطعو على جوج، وغادي نحطو هكذا. غادي نبدا نلف البنات، نلف ونزير، نلف ونزير، نحاول كل شيء يجي داخل. من بعد غادي نجيب كوردون ديال الزيت، غادي ندردر عليه بليتون سيت البافو، غادي نحط عليه الفرماج والزيتون، غادي نجيب رونديلا ديال التفاح وغادي نحطها عليه. دابا غادي ندير معكم اللي مشوي باش تشوفوه مزيان البنات. اللي مشوي غادي نحطوه هكا، يعني نتوما عينكم ميزانكم كديروا الاخر ديالكم، يعني الدنجاله. غادي ندهنها بشويه ديال الجبن، غادي تشوفوني كي غادي نقدمو في الاخر البنات مع لاصالاد. هذا كندير فيه الفخوماج، ما كنديرش فيه لدان، كندير فيه الفروماج، كنقطعها قطعة كنتها هكذا. صافي بركات، كندير دي باطوني ديال القرعة وكنلوي، كندردر عليها شويه ديال الزعتر البنات. صافي، وغادي نجيب لي باطوني ديال
الفرماج والزيتونه البنات غادي نحطها هكا. وغادي نجيب واحد لا طرونش ديال المطيشه نحطها فوق منها البنات هكذا هكذا البنات. هذا الدنجال مشوي محطوط بريستيج. دابا غادي ندير معكم وحده اخرى عاوتاني مشويه كيجي مزيون البنات. وهكذا كنعمر المسائل ديالي فهمتوا، كندير بالمطيشه باش ما بغيت فهمتوا، باش ما بغيتو كتحطوا الفرماج. دابا هذا البنات غادي ندير له السوريمي غندير فيه السوريمي البنات وغادي نقطعو وندير فيه قرعه والسوريمي وغادي نبدا نلوي. سهل البنات سي تري فاسيل افير. اذا هنا غادي نحط الباطوني ديال التفاح والسيريمي وغادي نديرو فوق واحد القرصه ديال التفاح بينيي وغادي نحطوها البنات وانسي دو سويت حتى كتكملوا وكيجي الطبق ديالكم اما هكا كديروا وحده بالمطيشه وحده بالتفاح وحده بالمطيشه وحده بالتفاح حتى كتساليوا البنات كلشي الطبق التقديم ديالكم كيجي رائع صدقوني البنات راه كيجي رائع كيجي غزال في الديكور البنات. وغادي نكمل تنكمل الطبق الاول ديالي كامل غادي نكملوا البنات حطوا على المطيشه ونحطو هنايا كيجي واحد بالمطيشه على هذا الشكل البنات. هادو هما دي كنابي ديال الخضر. دابا غادي نقدم الطبق كي غادي نقدمو وها هو الطبق النهائي البنات كي بروزونطيتو انا في الطبق تقديم. ها هو درتو على هذا الشكل غير بوحديتو مع الخيزو محكوك وزعتو على كاع الصحن حطيت عليه الكروكيت ديالي. هادو اللي فيهم السوريمي والتفاح صافي دي هادو راه معمرين بالسوريمي وهادو اللي فيهم غير الزيتون والفرماج مزينين غير بهاد الفرماج قطاع مربعات والزيتون هادو يعني فيهم غير شاركوتري والفرماج والجبن وكذلك مثال لي زوتر. بريزونطيت بهاد الطريقه ويمكن لكم تبريزونطيو بهاد الطريقه وانتم لكم واسع النظر في الطريق يعني الطريقه اللي بغيتو نتوما تبريزونطيو بها لي كنابي ديالكم ديال الخضر. انا البنات كنبريزونطيه كنزين بهم اطباق ديال اللحم وكنزيد بهم المشاوي وكنديرهم هكا مع لي صالي يعني مع لي كنابي مجموعه ديال الكنابيات. من بعد غادي نبقى كل مره ندير لكم دي كنابي. وكاينين يعني انسان عنده بزاف يعني ديال الخيال ديالو ديال الموهبه ديالو ويوظفها في هاد بحال هكا في التزيين ويبدع اكثر فاكثر باش يقدم واحد الطبق زوين وفي المنظر وفي المذاق طبيعة الحال. لان كما قلت دائما كنقولها انا راه العين كتشبع قبل الفم يعني كتاكل العين قبل ما ياكل الفم. اذا نحاولوا ما امكن اننا نزينوا الاطباق ديالنا ونحطوهم نعطيوهم الوقت ديالهم باش يكونوا بيان بريزونتي عاود حتى حيت كيكون الطبق بيان بريزونتي ويعني كيدل على ان المراه كتهتم بالمطبخ يعني المراه عندها واحد كتخلي اللمسه ديالها في المطبخ في في في, في الاطباق اللي كتقدم. يعني كل امراه عندها الستيل ديالها يعني راه تبارك الله كاع عيالات العيالات راه بارعات ومبدعات في نفس الوقت راه يعني هذه موهبه كيعطيها ربي لمن يشاء. المهم حبيباتي لهذا نجيو لنهايه ديال الفيديو ديالنا ونختموا الفيديو ديالنا. نتمنى هذا الفيديو يروقكم ونتمنى هذا لي كانابي يعجبوكم بزاف راهم بنان البنات وزوينين
وسامبل، ما فيهم حتى شي حاجه، كل المنازل فيها كتلقاي هاد المحتويات موجودين. عندنا الجبن، عندنا الفرماج، عندنا لاداند في ماء، عندنا خيزو، عندنا يعني هاد القرعه ما كياكلهاش ولادك في الطاجين مع الدواز وداك الشيء، اولا مشرمله كلك تقدميها كدي بينيرة يحماقوا عليها الوليدات الصغار وتعجب حتى الكبار طبيعه الحال. وماش ما نطولش عليكم حبيبتي، تبقاو على خير وعواشركم مبروكه، ومع السلامه. وما تنساوش لايك وتابوناو معنا في القناه، ما غادي تلقاو غير اللي غادي يعجبكم. يلا حبيبتي، مع السلامه.